ضيفنا اليوم هو قامة رياضية قدمت الكثير لرياضتنا حتى أصبح علم بارز من أعلامها. أفنى سنوات طويلة داخل دهاليز الاتحاد السعودي، طوع الفكر والجهد لخدمة الأندية في العديد من اللجان. يعني نقدر نقول أنه ضيف المنتصف اليوم موسوعة تاريخية لأحداثنا الرياضية. أكثر من 30 شمعة أطفاها في خدمة الرياضة والرياضيين، بصماته في كل لعبة، كان عوداً في حزمة الأقوياء، عاشر الرئاسة العامة لرعاية الشباب بكل فصولها، عراب الاحتراف، صالح بن ناصر، الاسم الأبرز والذي ساهم في صناعة كرة القدم السعودية، أنديتها ومنتخباتها، هو الجوكر في اللعبة وكاتم الأسرار، الحلقة الأقوى، يملك في جعبته الكثير من الملفات. من قضية انتقال عبيد الدوسري للنصر مرورا بلوائح الاحتراف تقف في صفوف الأندية على حساب اللاعبين، كان خلف سياسة الوكلاء وصوتا قويا أمام تجاوزاتهم. صالح بن ناصر طالما عاش صراعات كبيرة مع أسماء لها ثقلها الكروي، كانت الكفة تميل له غالبا، يعتبر آخر جيل العمالقة الذين ودعوا كرة القدم ليبقى ذكرى خالدة. حياك الله مرة ثانية يا دكتور. حياك الله، شكرا. الله يعطيك العافية. أعجبك التقرير يا دكتور؟ والله أعجبني، بس يعني كل الكلمات الجميلة اللي قيلت فيه قد لا أستحقها بهذا الشكل. لا بالعكس، أنت تستاهل يا دكتور أكثر من كذا. الله يسلمك دكتور. خليني أبدأ معاك، يعني أنت رجل مطلع على مسيرة الرياضة السعودية بكل تفاصيلها من البداية وحتى اليوم. أنت كيف شايف اليوم وضعنا الرياضي؟ احنا نمشي يعني وفق خطط مدروسة ولا احنا نمشي على الاجتهادات؟ والله انا اعتقد انه بالنسبة للرياضة السعودية في اهتمام اولا من قبل الدولة، وفي رعاية طيبة من قبل الدولة لبرامج الرياضة. ودعنا نتكلم بصفة عامة عن الرياضة، ليست فقط كرة القدم، ولكن يوجد في المملكة أكثر من 26 اتحاد، والاتحادات هذه يعني بعضها سجل في الاتحاد الآسيوي وفي الاتحاد الدولي من سنوات طويلة جدا. يعني مرة بتوفق الأنظمة أو التنظيمات التي تقام في مرحلة معينة من مراحل الزمن، وأحيانا تحتاج إلى إعادة النظر فيما هو موجود من تنظيم، وده شيء طبيعي في كل العالم بيصير، وبدليل إنه دول أو اتحادات أو في كل المسابقات قد يصلوا للقمة ويحققوا أعلى النتائج وأغلاها وأعزها، وفي دورة قادمة بعد ما حققوا هذه النتائج تجدهم يعني ما يتعدوا المرحلة الأولى من المسابقة أو مرحلتين بالكثير. والدليل على كده ما حصل لفرنسا عام 98 كسب كأس العالم، عام 2002 في كوريا واليابان فرنسا طلعت من الدور الأول، ما حصل العام الماضي في نهائي كأس العالم في البرازيل، ما كان أحد يصدق إنه البرازيل في المباراة النهائية تهزم بتلك الطريقة، يعني أو قبل النهائية في نصف النهائي كان دكتور. في نصف النهائي. فدي طبيعية في الرياضة، وفي أسلوب يعني التنافس الرياضي. يعني المثل الشعبي اللي يقول لو دامت لغيرك ما وصلت لك، هذه حقيقة في الحقيقة. لكن بترجع الدول، يعني كثير من الدول يعني تروح منهم نتائج ويعيدوا تنظيمهم ويدرسوا دراسة علمية
لماذا فقدوا هذا الشيء أو فقدوا هذا اللي كانوا واصلين قريبين منه، ثم يصير فيه الشيء ما أبغى أسميه الانحدار ولكن تراجع في الأداء. هو أشبه بالانكسار يا دكتور؟ ها؟ أشبه بالانكسار في كرة يعني القدم مثلا؟ في كرة القدم نعم، لأنه الجمهور جمهور كرة القدم يعني هو الغالب في كل العالم، وبالتالي الجمهور بيتأثر بعملية حسن الأداء إذا كان جيد أو غير جيد، وبتنعكس دي على عواطفهم. وهذا ما شفناه في كثير من المباريات، سواء دورات على مستوى القارة أو على مستوى كأس العالم أو على حتى مستوى الدول العربية. اليوم يا دكتور الفكرة اللي تبغى توصلها بأن السعودية تمر بنفس هذه المراحل؟ حاليا نعم تمر بهذه المراحل، ولكن الأمل كبير في الله إنها تكون مرحلة ثم تتحسن إلى الأحسن. وده يعود إلى عدة أمور، يعني أوضاع الأندية، اللاعبين. إيش تقصد بأوضاع الأندية دكتور؟ أوضاع الأندية الوضع الغير مستقر. معظم أنديتنا غير مستقر وضعها، خصوصا من الناحية المالية. لماذا؟ لماذا هذه الديون المتراكمة على كثير من الأندية؟ لماذا الشكاوي الموجودة في المحكمة الدولية في الكاس وفي الاتحاد الدولي على عقود بتتم وما يتم يعني إعطاء الاستحقاقات؟ هذا شيء لا يضر يعني في فترة من الفترات، ولكن في كل الفترات تبقى سمعة الرياضة السعودية اللي بني لها بشكل جيد في فترة من الفترات، خصوصا في فترة الله يرحمه المغفور له الأمير فيصل بن فهد. احنا راح نفصل في هذا الملف، يعني هو اللي في الحقيقة بنى حتى سمعة للمملكة السعودية في المجالات الدولية. لا تستعجلنا يا دكتور العالمية. في هذا الملف، انه ملف مهم جدا في رياضتنا. طيب بس لكن انا بدي اوصل لحاجة، انه كيف هي المعايير اللي بتستخدمها بعض الأندية في اختيار اما المدربين او اللاعبين المحترفين من الخارج؟ حالات كثير بتمر علينا في الموسم الواحد، إنه المدرب يمكن في ربع الموسم أو أقل من ربع الموسم عندما يبدأ بيكتشفوا إنه هو غير صالح للنادي. طيب إيش المعيار اللي تم التعاقد عليه؟ هل سمسار قال لهم طلع لهم المدرب ده على إنه من أحسن المدربين في مجال كرة القدم مثلاً، وبعدين يعني أكلوا مقلب؟ لابد أن يكون في معايير معينة لاختيار المدربين تتفق مع إمكانيات لاعبينك، ثم الالتزام. لاعبيننا مو كلهم ملتزمين، وبدليل أنه الاحتراف الآن له مطبق في المملكة عدة سنوات، لم نجد لاعب واحد استمر ولو لسنة ولا سنتين محترف في أي مكان في العالم. ما هم متعلمين الالتزام معظمهم. فدي الحكاية بتسبب لنا، يعني بتسبب للرياضة السعودية سمعة يعني غير مقبولة في إن القضايا كثير في المحاكم. طيب. قضايا كثير جدا في المحاكم على حكاية الاستحقاقات اللي ما بتدفع. طيب يا دكتور، اليوم فيه ردود فعل من الجماهير والمسؤولين أسميها ردود فعل غاضبة، يعني الأصوات ترتفع في وسائل الإعلام والناس تكتب في تويتر على الاتحاد السعودي واللجان، وأحيانا بصراحة ما نقدر نوقف مع الاتحاد السعودي أو اللجان، لأن إحنا كأشخاص بسيطين مثلا نحس أنه في أخطاء فادحة موجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ليش الناس مو راضين في البداية على العمل؟ وليش في ناس وصلت للمناصب، وخليني أقولها لك بالعامية، وهي ما تحمل مؤهلات يعني كفو لهذا المنصب؟ تقصد في أي نوع من الرياضات؟ في كرة القدم فقط؟ أنا أقصد أتكلم في كرة القدم يا دكتور، لأنها هي اللي تملك يعني شعبية كبيرة، وأنت ممارس للعمل داخل المنظومة الرياضية في الفترة السابقة. يعني مو كل ما يقال ممكن أن يكون حقيق، في كثير من المبالغات. لا أبرئ اتحاد كرة القدم من أخطاء،
ولكن الذين يعملون لابد أن يخطئوا، فالخطأ يتصلح. إنما الشيء الكثير أنه للأسف بعض إعلامنا وبالذات الإعلام المكتوب، وبعض إعلامنا المكتوب ما يقال عنه أنه إعلام أندية صحيح، لأنه ما بيكون شامل لعملية كرة القدم مثلا في كل الأندية في كل المسابقات. إعلام يعني يظهر الحكم هو السبب، إذا خسرنا مباراة فالحكم هو السبب، لكن ما ننظر اللاعبين كيف كان أداؤهم. واللاعبين الآن محترفين أو معظمهم محترفين في كل الأندية. الاحتراف يعني الالتزام التام بكل ما يعني ما هو ملزم من قبل أنظمة الاحتراف للاعبين. المستوى غير مطمئن في 3 مباريات وراء بعضها يلعبها أي فريق، تجد في اختلاف في المستوى ما بين مباراة وأخرى، عدم استمرارية اللاعب على الاستمرار، عدم التزام اللاعب بما يفرض عليه، السهر لا زال موجود، الجلوس على الأرض ولعب البلوت وأكل السليق والكبسة والحاجات دي لا زال موجود. ده يحتاج إلى توعية، التوعية لا يمكن تقوم بها لجنة الاحتراف، المفروض أنه التوعية دي تكون من قبل الأندية وتلزم الأندية. ما زالوا اللاعبين محترفين وبياخذوا رزقهم من هذه المهنة، والحمد لله يعني رزقهم شيء طيب الآن، فالمفروض أنه يكونوا ملتزمين. ما أقول كل اللاعبين، فيه عدد بس عدد بسيط. العملية أنه اتحاد كرة القدم في السنتين 3 الأخيرة هو اتحاد منتخب، فمن انتخب بعض من هم في اتحاد كرة القدم هم اللي يجب يتحملوا المسؤولية، لأنه الانتخاب قرار. نعم، هم اللي يعني جابوا الناس اللي بتقول عنهم يا أخ عبد الله إنه ما كانوا في مستوى. أنت توافقني يا دكتور الرأي في هالموضوع بأنه اليوم في عاملين في اللجان يعني أقل من هذا المستوى، ناس غير مؤهلين؟ والله يعني مو كل اللجان بس موجود، مو كل اللجان، لا في موجود. نعم موجود، يعني إحنا قضينا لاحظنا إنه سنة كاملة اختلاف ما بين بعض أعضاء الجمعية العمومية وبين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. هذا ما يعني ما هو في مصلحة الاتحاد، حتى لو صار خلاف، الخلاف في الرأي شيء طبيعي، لكن يجب أن لا يخرج عن قاعة الاجتماع. أنت شفت أنه خرج يا دكتور، ها؟ خرج الخلاف، خرج عن قاعة الاجتماع. أي خرج كثير، خرج عبر كثير. بيانات في وسائل الإعلام، بيانات صارت بيانات تصدر من 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 الطرفين. صحيح. في وسائل الإعلام كانت حرب معلنة بالضبط.